وهينضم لي الآن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ العزب الطيب الطاهر صديقي العزيز، وهيعلق لي على هذا الخبر اللي هو أنه أردوغان لما بيقول أنه منفذي الهجوم على مسجد الروضة لا علاقة لهم بالإسلام، نقدر نقرأ إيه من هذا يا أستاذ عزب؟ أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك ومشاهديك. هو يقول الحقيقة لكنه في نفس الوقت ضالع بشكل أو بآخر فيما يحدث في مصر، لا أقول هذا حد بالذات، ولكن في ضوء ما تم الكشف عنه مؤخرا من قبل جهاز المخابرات من وجود شبكة تجسس يشرف عليها ويتابعها ويحركها جهاز الاستخبارات التركي، وهذه الشبكة أو هذا الجهاز يتحرك إلا بأوامر مباشرة من أردوغان نفسه، تعمل في مصر منذ 2013 وبمشاركة الدولي جماعة الإخوان ثم عملاء لهم في الداخل. ذلك يؤشر أن يعني بالتعبير البلدي الذي يقال في مصر دائما يعني يأتي الأكيل ويمشي في جنته، هذا هو مدلول ما قاله أردوغان. ربما تحدث أردوغان عن وجهة نظر الإسلام أن هؤلاء لا ينتمون بالفعل إلى الإسلام، ولكنه هو الذي يدعم هذه الجماعة، يؤليهم في بلاده ويقدم لهم الدعم السياسي والإعلامي والمعلوماتي والاستخباراتي، بل كما نرى في إسطنبول وغيرها استضافة لقنوات تحرض يوميا على القتل ضد المصريين، ونوعك استمعنا أكثر مرة عبر تصريحات مسؤولين في جماعة الإخوان أنهم سوف يقتلون رجال الشرطة ورجال الجيش والمدنيين، وبالفعل نفذوا هذه التعديلات على مدى العامين المنصرمين. إذا نحن أمام قول لا يعكس الحقيقة، لا يعكس الموقف الحقيقي لأردوغان، وإنما هو يريد أن يتماهى مع المواقف الدولية التي عبرت تقريبا بإجماع عن إدانة وعن استنقاذ لما جرى وعن الوقوف والتضامن إلى جانب مصر قيادة وحكومة وشعبا. ورأينا حتى المسؤولين في باريس بالأمس يطفئون شموع برج إيفل، وذلك للتضامن مع مصر وشعب مصري. إذا نحن أمام زخم دولي في الإدانة أراد هو أن يتماهى مع هذا الزخم. أستاذ عزب وحضرتك يعني ضالع وخبير عربيا ودوليا، أنا عايز أسأل عن ما هو بعد الإدانة. يعني إحنا بنتكلم في التنسيق في جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف تمويله وتجفيف منبعه ومتابعة المرتبطين بالتنظيمات الإرهابية على أراضي دول كثيرة، هل ما يبذل كافي؟ هل ما يبذل كافي مثلا لوقف المفروض حليف موجود مع دول غربية في حلف شمال الأطلنطي هو تركيا، هل ما يبذل كافي؟ يا صديق العزيز دعني. صوت حضرتك بيقطع أستاذ عزب، بنعتذر عن رداءة الخطوط الهاتفية، مش عارفين الوضع عامل ازاي، هنحاول نطلب أستاذ العزب الطيب طاهر تاني.